في عناوين النشرة: الحريري في إفطار للبيارتة، أنا من المفلسين. وصول للفراغ هو فعلا وصول للمجهول. اجتماع في الخارجية بأجواء إيجابية. بتصور انه بكره اللقاء يلي رح يصير بعبدة عند فخامة الرئيس رح يحمل لكل اللبنانيين اجواء ايجابيه. تعويل انتخابي على افطار بعبدة غدا. بتقديري لابد ما يصير في ليه على لقاءات يعني كمان لقاءات نتيجه اتصالات سياسيه دعوة ابي خليل في بريد وزارة العدل. ليس صندوق بريد، الوزير هو مرجع. لميس ضحية السلاح المتفلت. وفيروز تزين الجديد. مساء الخير. غروب الخميس شروق لأيام حزيران العشرين، وعلى موائد الكرام غدا يؤمل أن تطلع شمس القانون وربطا مرسوم فتح الدورة الاستثنائية، غير أن لا معطيات تدعو إلى التفاؤل إلا دعاء ما قبل الالتهام ووضع كل الثقة في معادلة طعم التم تستحي عين التينة. وتتنوع هنا الأطباق السياسية والانتخابية المرشحة للمضغ. هو حوار بالأمعاء الخاوية يرجح أن يؤسس لأول تفاهمات سد الفراغ وملء المقاعد بالقوانين المناسبة. وتعميما للتفاؤل، انسحبت الإيجابية اليوم على جلسة مجلس الوزراء، أما في ديوانية الأربعاء في عين التينة فقد اتسم التفاؤل بأخذ أقصى درجات الحيطة والحذر، لأن شيطان القانون يكمن في تفاصيله وصوته التفضيلي وتقسيماته وتحالفاته. وتحضيرا لعشاء الخميس في بعبدة، حضرت الأرواح السياسية في وزارة الخارجية في ثلاثية تستوحي زمن الوصاية شكلا، حيث قمة عدوان، كنعان وجبران. وقد خرج الثلاثة من خلف الأبواب المغلقة بالإعلان أن اجتماع الغد سيحمل أجواء إيجابية. وقال النائب جورج عدوان: إننا قريبون أكثر من أي وقت مضى من التوصل إلى قانون انتخاب. والأكثر استغراقا بالتفاؤل كان تيار المستقبل الذي يتوقع أن تنتهي مائدة بعبدة إلى التوقيع على مرسوم الدورة الاستثنائية، لكن أيا من أسس هذا التوجه لم يهل هلاله بعد، لكون المسائل العالقة في قانون عدوان المعدل من مشروع مروان شربل ما زالت محط نقاش وطلبات لا تنتهي، تبدأ بالصوت التفضيلي والحاصل الانتخابي وعتبة التمثيل، ولا تنتهي بالحديث المستجد عن خفض عدد النواب والعودة إلى الطائف الأول. ومن شأن هذه المطالب أن تعود بالبلاد إلى نقطة الفراغ أو الستين، أما التمديد فهو واقع في الحالتين. وبحسب وزير الداخلية نهاد المشنوق، فإن مهلة الأشهر الثلاثة لن تكفي تقنيا إذا ما جرى التوافق على قانون جديد. في خلال مأدبة إفطار على شرف عائلات وشخصيات بيروتية، أكد رئيس الحكومة سعد الحريري أن الوضع الاقتصادي لا يزال متأزما، وهو مرتبط بالأزمة التي نعانيها نتيجة النزوح السوري وبالوضع السياسي العام في البلد. وقال: نحن اليوم وكما تعلمون جميعا نعمل لوضع قانون للانتخابات، وأنا وصلت إلى مرحلة وافقت فيها على معظم القوانين الانتخابية أو كلها التي طرحت، لأنني كلما درستها أرى أن لا شيئا
مضرا فيها. وتحدث الحريري عن الفساد وسبل محاربته فقال: نعم أنا من المفلسين الجدد، ولكن من المستحيل أن أعمل أي قرش من هذا البلد. أما غيري يكسب وكسب في السابق قروشا، وسأحاربهم، ومن يريد أن يتعاطى معي على هذا النحو فليبلط البحر. أهم شيء هو أنه نقوم أو نعمل هذا الانتخابات ونخلص البلد من يعني هالفكرة الفراغ اللي ممكن نوصل له مجلس النواب، لأنه الوصول للفراغ هو فعلا وصول للمجهول، هو فعليا وصول إلى المجلس التأسيسي، وما حدا بيخبركم شيء ثاني، ونحن متأكدين إنه ما حدا بده يوصل له لهذا الشيء. أنا عم بجتهد لحتى نقدر نكمل بهذا النوع من الاستقرار اللي موجود بالبلد. لحتى نستكمله لازم يكون في عندنا انتخاب. اجتماع للتيار الوطني الحر والقوات في وزارة الخارجية انتهى بإعطاء دفعة إيجابية انتخابية تظهر نتائجها في الأيام القليلة المقبلة. توحيد السياسة الخارجية الانتخابية بين القوات والتيار تسير على قدم وساق، ولم توصد الأبواب أمام اجتراح الأفكار لتمرير القانون الانتخابي المتفق عليه. وبناء عليه كان اجتماع استمر لساعات ثلاث في مكتب وزير الخارجية جبران باسيل في الوزارة، ضم كلا من النواب ألاعون وابراهيم كنعان وجورج عدوان، إضافة إلى الوزير سليم جريصاتي. أجواء فعلا إيجابية. بتصور أنه بكرة يعني اللقاء يلي رح يصير بعبدة عند فخامة الرئيس رح يحمل لكل اللبنانيين أجواء 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 إيجابية، بمعنى أنه رح الكل يفهموا أنه عم نتجه بخطى ثابتة لإقرار قانون انتخابي جديد. نحن عم نفتش على قواعد وضوابط وضمانات لكل الناس، مش عم نشك عم نفكر لفريق. البعض عم بيجرب يظهر تيار الوطن الحار وكأنه أنه جاي عم حط سقوف أو شروط أو 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 للعرقلة. مش مزبوط هذا الكلام. التيار الوطني الحر ونحن عم نشتغل بكل جدية لنوصل قانون الانتخاب، وأنا الليلة فيي أكد أكثر من أي وقت مضى أنه القانون الانتخابات رح يوصل. اليوم أكيد فتنا بتفاصيل كثيرة، مش نحن والقوات بدنا نتفاهم عليها، بدنا نحضرها تتكون قاعدة للتفاهم مع سائر القوى السياسية يلي لحد اليوم بعد عندها يمكن بعض الأمور عم نتفاوض نحن وياهم عليها. نقل المقاعد أكيد في كان طرح، حدا بيسمينا المقاعد، حدا بيسميه لا شيء تاني. امبارح طرح الوزير باسيل موضوع الطائف. طيب هل هيدا يعني واحد عم بيطالب باحترام دستوره وثيقة الوفاق الوطني واتفاق الطائف، انه هل هيدي تعتبر يعني خروج عن المنطق الدستوري والمنطق الميثاقي؟ لا، عم نقول في دستور، نحن عم نقول بدنا نطبق هذا الدستور. هلا اذا من ضمن تطبيقه بيكون في بعض المسائل اللي بتطمن واللي بتكون تعتبر نوع من ضمانات لهذا الاتفاق اللي عم نسعى نحن والقوات اللبنانية والأستاذ جورج عدوان إن نعمله مع كل الأطراف، أكيد هذا بيكون شيء منيح، وهذا بيكون بالتفاهم مع جميع الأطراف. اللقاء خرج ليؤكد ألا فراغ ولا ستين ولا تمديد، وأنه في الأيام القليلة المقبلة ستظهر نتائج إيجابية دون تحديد موعد، وأنه عند الاتفاق على القانون يوضع على طاولة مجلس الوزراء الذي يحيله إلى المجلس النيابي. باسل العريضي، قناة الجديد. جلسة مجلس وزراء ببنود عادية إدارية أقر أغلبها، ونفحة تفاؤلية في ملف قانون الانتخاب. يتنقل التفاؤل من بعبدة إلى عين التين في السرايا الحكومية بإنجاز التوافق على قانون انتخاب جديد، وعند النقاش في التفاصيل يستحيل التوافق وتتعزز فرضية الستين على الرغم من رفضه من كل الأفرقاء، فيبقى بذلك القديم على قدمه. عقد مجلس الوزراء جلسة برئاسة رئيس مجلس الوزراء سعد الحريري الذي استهل الجلسة بالحديث عن موضوع قانون الانتخابات وقال: بقي لدينا 19 يوما للاتفاق على قانون انتخاب جديد، وأنا متفائل بالوصول إلى حل، وهو ما يجب أن نعمل لتحقيقه
ونحن نعمل لذلك ليل النهار. أول مرة بتقول إن الستين صعب العودة، ليش تريحوا اللبنانيين؟ أقول صعب مش مستحيل، يعني كلام دقيق، مش إنه صعب. طبعاً صعب، كل القوى السياسية تعلن إنه ما في عودة للستين، ما في تفصيل على العودة. مسألة تتعلق بالمبدأ، يعني بكل فكرة القانون الانتخابي، مش بتفاصيل المادة أو تلك المادة. تعول الأطراف السياسية على إفطار الخميس في قصر بعبدة ولقاءاته الجانبية بين الرؤساء الثلاثة لتذليل التشنجات على خط بعبدة عين التيني من جراء فتح العقد الاستثنائي، وتشير مصادر قيادية في تيار المستقبل إلى التوجه نحو إمضاء مرسوم فتح العقد الاستثنائي بعد الإفطار مباشرة. بتقديري لابد ما يصير في اللقاءات، يعني كل لقاءات نتيجة اتصالات سياسية. وأضاف المشنوق إن مهلة الأشهر الثلاثة غير كافية للتحضير إلى الانتخابات إذا ما جرى التوافق على قانون انتخاب جديد. رواند أبو خزام، قناة الجديد. النائب العام التمييزي القاضي سمير حمود يتسلم شكواياي وزير الطاقة سيزار أبي خليل من وزير العدل، فهل باتت وزارة العدل صندوق بريد؟ فاليوم تقدموا بشكواياي. في مؤتمره الصحفي أعلن وزير العدل سليم جريصاتي تسلمه شكويين من وزير الطاقة سيزار أبي خليل ضد كل من اتهمه بملف النفط والبواخر. فإلى أي مادة ومن أي قانون استند جريصاتي في تسلمه الشكويين؟ المادة 14 من قانون العقوبات. المادة 14 من قانون أصول المحاكمات الجزائية هي المادة 14 من قانون أصول المحاكمات الجزائية، وتنص حرفيا على أن لوزير العدل أن يطلب إلى النائب العام التمييزي إجراء التعقبات بشأن الجرائم التي يتصل خبرها بعلمه، لكن وزير العدل تسلم الشكوى بدلا من الطلب. أين النائب العام التمييزي سمير حمود من هذا الإجراء؟ وأين وزراء العدل السابقون؟ شكوى تقدم أمام مرجعية قضائية كشكوى. كان في الماضي وزير العدل هو على رأس النيابات العامة ويحرك الدعوة. بتعديل قانون أصول المحاكمات الجزائية المادة 14 أولته حق اللي فيها الجريمة هاي، ولكن مش تلقي شكوى وإحالة هذه الشكوى. ليس صندوق بريد، الوزير هو مرجع، المرجعية غير الوسيلة أو الواسطة. يعني عليه كان لزاما أن نسأل ما إذا كان إجراء وزير العدل في مكانه أم هو تجاوز للصلاحيات. هذا لا أقول عنه تجاوز، هذا خلل أو خطأ يعني، و أنا لا أقصد حالة معينة، ولكن في المطلق ونحن من الناحية المبدئية، وأنا عندي يقين هون بدي يتسجل هالشيء، أنه معالي وزير العدل هو أستاذ بالقانون وما بده من يعلمه، بيعرف وعم يدرس القانون يعني. لذلك مفروض تصويب الإجراءات عادة حتى تكون سليمة وتأخذ بجراها الطبيعي. من المشاركة في اجتماعات التكتل كوزير سابق مرورا بقراءة المقررات وصولا إلى الاجتماع بأعضاء تكتل التغيير والإصلاح لتسلم الشكاوى، تدرج الوزير سليم جريصاتي في سلم الصلاحيات بما يسمى في علم القضاء الإيحاء السياسي. آدم شمس الدين، قناة الجديد. النائب بطرس حرب رد في مؤتمر صحفي على الشكوى المقدمة من وزير الطاقة سيزار أبي خليل ضد صحفيين ونواب، فرأى أن هذه الشكاوى إنما هي قرار سياسي انتخابي أخذته كتلة سياسية للإضرار بمرشحين منافسين لأعضائها وتأثير في الرأي العام ومحاولة إضعافهم. طبعا هلا مش من الصدفة انه النواب اللي هني عم بيتلاحقوا او اللي ورد ملاحقتهم اللي هني النائب سامي شميل وانا النائب روبير غانم وطبعا الوزير السابق أشرف ريفي، مش من الصدفة أن يكونوا مرشحين للانتخابات، وأنه على الأقل اثنين منهم مرشحين ضد مرشحين من تكتل الإصلاح والتغيير اللي بينتميلوا الوزير الطاقة وبينتميلوا رئيس التكتل طبعا. وهذا بيدفعني أسأل سؤال لوزير العدل اللي وأنا بتربط فيه أكثر من علاقة الحقيقة وبستغرب موقفه، واللي هو باعتبار هو خاتم حامل أختام الجمهورية وعدالتها، بيسموه بالفرنسية والجارديسو،
بدي بسأله الحقيقة شو الأسباب الحقيقية اللي حملته إلى وصف مساءلتنا الوزير الطاقة حول صفقات معينة مشبوهة بالسياسية والنفعية والمصلحية والشعبوية، وأنه أهدافها بتمس بكرامات الناس أصدق الوزراء وأشرفه، هيك قال الوزير الزين. كما بسأله وزير بوصف بصفة وزير العدل عن سبب طلبه للنيابة العامة التمييزية بإجراء تعاقبات بحق من تمت الدعوة بوجههم، وليش سكت كوزير العدل طبعا ولازم عند كل ما تبلغوا أخبار عن جريمة ما يطلب من القضاء أن يلحقها، ليش سكت وقت نحن كنواب أثرنا هذه الأمور فيها اتهامات فيها شبهات ما طلب من التحقيق والعدل من القضاء أن يحقق فيها. رئيس المجلس النيابي نبيه بري ينتظر نتائج الاتصالات، ونواب يشككون في إمكان التوصل إلى حل قبل الاتفاق على التفاصيل الانتخابية التي يمكن أن تهدم كل ما بني حتى الآن. أجواء هدوء وترقب تعيشها عين التينة في انتظار إفطار القصر الرئاسي. ونقل النواب عن الرئيس نبيه بري بعد لقاء الأربعاء أنه ينتظر نتائج الاتصالات الجارية في شأن قانون الدوائر 15، وأنه أعرب عن أمله بالتوصل إلى توافق على القانون في أقرب وقت ممكن. كل السياسيين في لبنان عم نشوف أنه في هناك مقاربات ضيقة، وماذا سنفعل في المستقبل مشان أجيالنا اللي جاي؟ شو بدنا نورتهم؟ أنا عم شوف إذا بدها تبقى الأمور هيك باي باي لبنان. صار في تقدم كبير على مبدأ النسبية بقانون الانتخابات مع تقسيم الدوائر، وبقيت الأمور ببعض النقاط يعني اللي بدها فصل، وهي فعلا نقاط منا سهلة معقدة. في تفاؤل بإمكانية تذليل العقبات الموجودة بعد لا أكثر ولا أقل. جلسة 5 حزيران قائمة، رئيس بري لحد هلا رئيس بري بيقدر وفق ما لديه من معطيات وما لديه. الاتفاق على 15 دائرة انتخابية مع النسبية والصوت التفضيلي يرى فيه البعض إنجاز 95% من الاتفاق، إلا أن 5% الباقية هي كل التفاصيل وقد تكون معقل الشياطين. مصادر نيابية مواكبة للاتصالات قالت للجديد أن لا شيء مضمونا بخصوص الاتفاق على القانون، لأن التفاصيل بأهمية المبادئ، وهذه التفاصيل لم ينتهي نقاشها بعد. وتقول المصادر إن الطرح انتقل من نقل المقاعد إلى صيغة 108 نواب، وهذا ما أكده الوزير جبران باسيل عقب اجتماع التكتل، ثم طالب بتعديل دستوري يضمن المناصفة. وتقول المصادر إن هذا الطرح يتطلب تعديل الطائف، مبدية شكوكا في قبول تيار المستقبل بذلك. مصادر أخرى أشارت إلى أن الرئيس نبيه بري يعول على إفطار بعبدة، لا سيما اللاجديدة حتى الآن في ظل الخلاف على عدد من النقاط، وأبرز النقاط موضع الخلاف العتبة الانتخابية، وأسمتها مصادر الجديد نصاب الإبعاد، لا سيما في ضوء حديث أن العتبة هي بحدود 20% لتعد اللائحة فائزة، ما من شأنه إقصاء أطراف أخرى. النقطة الثانية ما يعرف بالقانون النسبي بآلية استيفاء المقاعد، أي احتسابها، كيف تحتسب وعلى أي أساس. ووفق هذه الأجواء فإنه في حال لم يصر إلى اتفاق على قانون، فإن هناك عددا من السيناريوهات التي يمكن اللجوء إليها قبل نهاية ولاية المجلس النيابي. باسل العريضي، قناة الجديد. الطفلة لميس نقوش نقشت اسمها على لائحة الموت المجان بسبب السلاح المتفلت في لبنان. لميس ابنة الأعوام الثمانية قتلت لا لشيء، وإنما لأن أحداً أراد أن يؤدي حركات بهلوانية في سيارتها أمام منزلها، وافتعال إشكال سرعان ما تطور إلى إطلاق نار لتستقر رصاصة طائشة في عنق الطفلة منهية حياتها. الإشكال وقع في حي الشراونة في بعلبك قرب خزان المياه بين أفراد من آل وهبة وآخرين من آل نقوش بسبب مشاجرة بين أهل الضحية ومطلق النار. ما ادري هو مين متقتل هناك، جاي مشفط علي مشفط علي، شو بعرف؟ شفته مرت اخي كمان يعني ام للبنت، وصلوا انا واقف انا وياه لمرت اخي، شو بيقول؟ بيقول لا تتمزور، ولا لا تتمزور. يا عمي ما عم تمزور، روح فوتي ابي لجوان الي على جوا. قال والله انا اعمل وسوي ببيتنا وش بالكبير فيكم. قام رايح بالسياره هيك راح وبلش يوسيت.
عائلة الطفلة قطعت طريق ساحة ناصر في الحي بالإطارات المشتعلة، فيما يسير الجيش دوريات وينفذ عمليات دهم في المنطقة بحثا عن مطلقي النار. نحن ما عدنا عايشين بأمان بالبلد أبدا بالمرة. إذا كان في عدالة موجودة بس البلد للأسف الشديد لا فيها عدالة ولا فيها قانون. على الأثر أعلن رئيس جمعية سيف سعيد حسين ياغي الإضراب عن الطعام والاعتصام أمام مبنى سرايا بعلبك تنديدا بالوضع الأمني المتفلت. أني وقف عن الأكل لوقت طويل لبركة هيك الدولة تحس عدمة وتنزل لنا الدولة بالفعل على بعلبك. لكن لا الإضراب عن الطعام ولا قطع الطرقات ينجح في تغيير ذهنية سائدة، فلميس التي قضت ضحية الرصاص المتفلت شيعت على وقع إطلاق الرصاص غضبا، وهو ما كان من الممكن أن يسقط بدوره لميسا أخرى وبرصاصة طائشة أخرى. قبل أشهر احتفى برنامج للنشر بميلاد السيدة فيروز وقرر نقل هذا التكريم إلى جدارية ترسم على مبنى قناة الجديد، لكن الأحوال الجوية لم تساعد في تلك الفترة إلى أن أنجزت اليوم. بيبقى هديتنا لك ست فيروز وهي أنه من مبنى الجديد حائط الجديد رح يحمل رسمي على يد فنانين لإلك ولشخصك. هذه فكرة فريق عمل برنامج للنشر اللي على طول بجرب انه يطلع بشيء جديد، خاصة للناس اللي هن يعتبروا سر حبنا لهالوطن وتعلقنا فيه بدون ما نشعر احيانا. انا بيسموني الملكة بالغار متوج زمني ومملكتي ما فيها بك بتحكي عن ست فيروز، يعني بالاخر كل الاشياء بتصغر بس تحكي عن ست فيروز، وكل الاماكن اللي بتكون فيها موجوده ست فيروز بتكبر بحضورها. فخوره ومبسوطه انه طلعت الفكره من برنامجنا، ومبسوطه بعمر انه نفذها بهالطريقه. حبينا الفكره وفكره انه عم تكرم فنان وقتها ما حدا عم بكرمه. بدي ارجع بنت صغيري على سطح شيء جديد وشيء منيح، وكل العالم جاي من برات بيروت على بيروت عم تشوف صورتها. يعني علي فوق السطوح بعاد عن نفس الخجولي اخذوني معهم دولاد وردوني الطفولي من قلبي سلام لبيروت. هذا التايتل تبعها. بدنا شوية إيجابية بالبلد يعني، وكمان هالشي فرجة بمحيط المنطقة هون، يعني كل العالم سكان المنطقة أخذوا صور وطلعت على السوشيال ميديا بفرجة منطقة مسالمة، منطقة بتحب الحياة وبتحب فيروز. أنا بس بدي أقول إنه نحن بشوارعنا منعاني من صور السياسيين اللي فاردين حارون علينا، وكل ما نقطع بسيارتنا منشعر بالغضب من مجموعة ناس حاكميننا غصبا عنا، وكل واحد بزيد منطقته بحسب الطائفة، يعني من الصور بتعرف هيدي المنطقة لمين. فعلى الأقل هالناس اللي مثل السيدة فيروز والفنانين اللي بنحبهم نحن واللي مكبرين قلبنا ببلدنا بينتموا للجميع وبيحلوا شوارعنا. يهم إدارة قناة الجديد أن تعلل أسباب تأجيل عرض مسلسل أول نظرة، والذي ادخرناه إلى حين عودة البث الكامل للقناة على كامل الأراضي اللبنانية، ونؤكد أن قرارنا هذا إنما يستهدف رغبة المشاهدين أولاً وأخيراً والمساواة فيما بينهم، بحيث يتاح لهم مشاهدة هذا المسلسل الضخم الإنتاج والمشوق من دون أن يكونوا تحت رحمة أصحاب الكيبل المحليين، ونحن على ثقة بأن الحل للتعدي على قناة الجديد سيكون قريبا، ونعد مشاهدينا بأن مسلسل العقوبات لن نسمح به بأن يطول ويتمدد، وسنتخذ خطوات من شأنها أن تسترجع إشراقة الجديد فوق كل المدن، وهذه العقوبات التي طالتنا لا نريد لها أن تصيب المشاهدين بحرمانهم مسلسلا عالي المعالجة وممهورا بحضور نجوم الفن والغناء، ونحرص بالتالي على أن يكون مسلسل أول نظرة أول طلة بعد انقشاع الظلام والظلمة على هذه الشاشة
فض الشاشة فضية المواقف والجرأة والتي اعتاد المشاهدون خوضها أشرس المعارك في سبيل إعلاء الحق من دون الرضوخ إلى متطلبات السوق السياسية وقوى الأمر الواقع. بعد الإعلان داعشي في الضاحية. بعد عملية متابعة ورصد تمكنت دورية من المديرية العامة لأمن الدولة من توقيف المدعو عين ميم وهو من الجنسية الفلسطينية وأحد أخطر المنتمين إلى منظمة داعش. وتبين بعد التحقيق معه أنه ملاحق منذ فترة من قبل الأجهزة الأمنية كافة في الضاحية الجنوبية، وكان اثنان من رفاقه قد جرى توقيفهما في مرحلة سابقة بجرم تأليف خلية لداعش والارتباط بمطلوبين إرهابيين في مخيم عين الحلوة، وسوف يجري تسليم الموقوف إلى مديرية استخبارات الجيش. نقابة العمال في أوجيرو ترفع الصوت في وجه الجراح، قرارك سيقضي على أوجيرو والعاملين فيها. لا تزال قضية إعطاء وزير الاتصالات جمال الجراح شركة جي دي اس حق إنشاء شبكة فايبر أوبتكس واستخدام شبكة المسالك المحلية التابعة للوزارة تتفاعل. فبعد إعلان نقابة العاملين في أوجيرو نيتها تنفيذ اعتصام، التقى وفد من النقابة الوزير لمطالبته بالعودة عن قراره. وأشارت مصادر الجديد إلى أن الاعتصام كان سيلغى إذا وافق الجراح على المطالب، إلا أن النقابة نفذت اعتصامها وأعلنت في مؤتمر صحفي خطر قرار الجراح على أوجيرو والعاملين فيها. إن هذا القرار غير عادل بالمطلق ويصيب موظفي أوجيرو بالضرر، أوجيرو بالضرر، الخزينة العامة بالضرر، والمشتركين ما رح يتمتعوا بخدمة ما ممكن تقدمها أوجيرو بجودتها وبسرعتها مثل ما ممكن نقدمها نحن، لأنه فات سبقت وقلت وما حدا بيقدر يجادلني بالموضوع، نحن نمتلك الخبرة وهي متوافرة في باقي الشركات. ونتمنى عليه وإسر اجتماع الأمس العودة عن قراره وإفساح المجال للوزارة أوجيرو للمباشرة فورا بتنفيذ هذه المشاريع الحيوية. وتشير مصادر الجديد إلى أن طيف المدير الأسبق عبد المنعم يوسف حاضر في أوجيرو وفي نقابة عمالها على الرغم من إقالته، ويأتي تحرك النقابة كوسيلة ضغط إضافية على الوزير وقراره الذي تحوم حوله الكثير من الشبهات القانونية، وهي شبهات كان الوزير الأسبق بطرس حرب قد فندها في مؤتمر صحفي ردا على الجراح، وحذر فيه أيضا من أن قرار الجراح خطر على قطاع الاتصالات وخزينة الدولة. فهل يمضي الجراح في قراره على الرغم من التحذيرات والمخاطر؟ بعد اتهامه بأنه وراء الترويج لاسم جون عقوري اللبناني الأصل سفيرا جديدا للولايات المتحدة لدى لبنان، الدكتور وليد فارس يرد. ملف تعيين سفير أمريكي لدى لبنان خلفا لإليزابيث ريتشارد يتفاعل بعد التقرير الذي أعددناه قبل أيام، وجاء فيه على لسان الصحفي في صحيفة صدى الوطن الأمريكية علي منصور أن الدكتور وليد فارس هو من يقف وراء الحملة الدعائية لجون عقوري اللبناني الأصل، وإشارته إلى أن فارس ينتمي إلى منظمات منها صهيونية مصنفة معادية للإسلام، إلا أن حق الرد يبقى لفارس. في جهة قررت تستغل موضوع الإشاعة اللي طلعت بتعيين سفير أمريكي جديد في لبنان حتى تهاجم الدكتور وليد فارس. أنت منك حاطط الأرجيلة بحارة حريك وقاعد عم بتصنف العالم هيدا صهيوني وهيدا عميل. أنت هون قاعد بميشيغان، يعني في قانون وفي قضاء بيلاحقك. أنت اليوم تطلع على وسيلة إعلامية وتتهم الناس بهيك تهم خطيرة، يعني اليوم وقت يقول هيدا بينتمي لمنظمة صهيونية معادية للإسلام والمسلمين، هيدا تحريض على العنف والكراهية. يعني دكتور وليد فارس لا ينتمي إلى منظمة كلارين بروجكت اللي هي معروف أنه تدعم من العدو الإسرائيلي. أنا جاوبتك، قلت لك الدكتور وليد فارس في عنده سيرته الشخصية. أعطيني حضرتك، ما حضرتك منسق الإعلامي تبعه، هل هو ينتمي إلى هذه المنظمة أو لا؟ لا، ما مش موجود هيدا الشيء مختلق، هيدا الشيء مش موجود. وليد فارس ينتمي لنفسه اليوم. لا، واليوم وباي وقت، يعني وليد فارس ينتمي لنفسه. ليش الصحافة الإسرائيلية بدها تكتب
كل ما هو جيد عن دكتور وليد فارس. ما نحن إذا بدنا ننقي هيك إيه بنروح. لا بدنا ننقي الصحافة الإسرائيلية عم تكتب المنيح عن وليد فارس. في غير الصحافة الإسرائيلية في عندك الإعلام العربي، الإعلام المصري، الإعلام الخليجي. تعيين سفير أمريكي جديد لم يسلم هو أيضاً من التجاذبات الداخلية اللبنانية والقيل والقال، وآخر فصولها ما نشره موقع ليبانون ديبيت من أن توني بريدي خرج من السباق مبكراً، والسبب انتقادات وجهها إلى الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، وهو ما أنكره بريدي وأكد أنه بصدد مقاضاة الموقع الإلكتروني الإخباري. جوال الحاج موسى، قناة الجديد. أمير قطر يزور الكويت لرأب الصدع الخليجي. زار أمير دولة قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني دولة الكويت، حيث التقى أميرها الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح. ومع أن الزيارة تأتي ضمن تقليد سنوي لتبادل التهاني بشهر رمضان المبارك، فإنها تحظى باهتمام سياسي حول أهمية النتائج المرتقبة من الزيارة في رأب الصدع الخليجي، في ظل الحديث عن مساع كويتية لمحاولة إيجاد مخرج للأزمة التي نشبت في الفترة الأخيرة، على خلفية تناقل وسائل إعلام سعودية وإماراتية تصريحات وصفت بأنها مغلوط فيها على لسان أمير قطر من وكالة الأنباء القطرية قنا سرعان ما كذبتها الدوحة. وتأتي زيارة أمير قطر للكويت بعد تلقيه اتصالا هاتفيا من الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح. ونقلت وكالة رويترز عن مسؤول خليجي أن أمير الكويت عرض في أثناء محادثة هاتفية مع الشيخ تميم التوسط لاستضافة محادثات لضمان عدم تصعيد الخلاف. كما استقبل أمير قطر السبت الماضي الشيخ النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء صباح خالد الحمد الصباح. وتضاعفت التكهنات بوجود مبادرة كويتية لرأب الصدع الخليجي عقب تصريحات لوزير الخارجية الكويتي خالد الجار الله، وصف فيها تصريحات وزير الخارجية القطري الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني في مؤتمر صحفي في شأن اختراق موقع وكالة الأنباء القطرية بالإيجابية، وقال إن بلاده لن تتوقف في رأب أي صدع خليجي، ولم تصدر أي تصريحات رسمية قطرية في الوساطة الكويتية، لكن وزير الخارجية القطري كان قد هون من خطر ما حدث على مستقبل وحدة دول مجلس التعاون لدول الخليج العربي. اتهمت الاستخبارات في أفغانستان تنظيم شبكة حقاني المتحالف مع حركة طالبان بالتورط في التفجير الذي استهدف حي السفارات في العاصمة كابول، معتبرة أنه خطط للتفجير بمساعدة استخبارات باكستان. ويعيش عناصر تنظيم شبكة حقانية الإرهابي في إقليم وزيرستان الشمالي في باكستان، ويشن من وقت إلى آخر هجمات إرهابية على مناطق مختلفة في أفغانستان. هذا انفجار هائل الحي الدبلوماسي في العاصمة الأفغانية كابول الذي يضم عددا من السفارات الأجنبية، ووقع بواسطة شاحنة مفخخة، ما أدى إلى مقتل ما لا يقل عن 80 شخصا وجرح أكثر من 300 آخرين. وأوضحت وزارة الداخلية أن التفجير وقع قرب ساحة زنبق ومركز تفتيش يؤدي إلى القصر الجمهوري وعدد من السفارات، ولا سيما سفارتي ألمانيا والهند. وأعلن وزير الخارجية الألماني زيغمار جابرييل أن الهجوم وقع على مقربة من سفارة بلاده، وأدى إلى إصابة موظفين بالسفارة ومقتل أحد حراس الأمن الأفغان، فيما أكدت فرنسا أن أضرارا مادية لحقت بسفارتها جراء التفجير. وأفادت وسائل إعلام إيرانية عن إصابة السفير الإيراني في أفغانستان محمد رضا بهرامي بجروح وتعرض مبنى السفارة لأضرار مادية كبيرة نتيجة التفجير الذي وقع على بعد 100 متر منها. وطلبت وزارة الصحة الأفغانية من المواطنين الإسراع إلى المستشفيات للتبرع بالدم، فيما انتشرت القوى الأمنية وفرق الإغاثة في المنطقة حيث احترقت عشرات السيارات وطالت الأضرار محلا تقع على مسافات بعيدة من التفجير. أمريكا ترسل شحنات أسلحة إلى قوات سوريا الديمقراطية. بدأت الولايات المتحدة إرسال شحنة أخرى من الأسلحة إلى قوات سوريا الديمقراطية التي تشكل وحدات حماية الشعب الكردي عمودها الفقري. وصرح مسؤول أمريكي لرويترز أن الهدف من إرسال الأسلحة التي تتضمن مدرعات ومصفحات إلى هذه القوات هو دعمها في الحرب على تنظيم داعش وبدء عملية تحرير مدينة الرقة. وأضاف إن عملية إرسال الأسلحة بدأت منذ 24 ساعة، وأن إرسالها إلى القوات الحليفة للولايات
الولايات المتحدة الأمريكية في مناطق شمالي سوريا جاء عقب توقيع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قرار تسليح وحدات حماية الشعب الكردية. لكن الناطق باسم الائتلاف الدولي العقيد جون دوريان شدد على أن تسليم تلك الأليات من قبل التحالف بقيادة واشنطن جاء استنادا إلى أذونات قائمة لا بناء على أذن جديد من إدارة ترامب، في محاولة على ما يبدو لنفي تكهنات تشير إلى أن تمويل هذا التسليح يأتي من الصفقات المالية الكبرى التي أبرمت بين واشنطن والرياض. ويأتي ذلك في وقت أعلن مبعوث الرئيس الأمريكي إلى التحالف الدولي ضد تنظيم داعش بريت ماكرغ إن موعد بدء معركة الرقة قد اقترب كثيرا، ومن شأن هذا الدعم الأمريكي أن يعطي قوات سوريا الديمقراطية الأفضلية في السيطرة على الرقة بعد تحريرها من داعش. وتبدي تركيا قلقا شديدا إزاء هذا الدعم وتنتقد مواقف وسياسات الولايات المتحدة بشدة. الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أعلن مخططه عام 88 ووصل إليه عام 2017، تاريخ وحلم حققه في 48 ساعة. Possible for them to sell their oil. Why aren't they paying us 25% of what they're making? It's a joke. This sounds like political presidential talk to me. And I know people have talked to you about whether or not you want to run. Would you ever? I probably wouldn't, but I do get tired of seeing what's happening with this country, how we're really making other people live like kings and we're not. I think people are tired of seeing the United States ripped off. And I can't promise you everything, but I can tell you one thing. This country would make one hell of a lot of money from those people that for 25 years have taken advantage. It wouldn't be the way it's been, believe me. I will get the Gulf states who are not doing much, believe me. The Gulf states have nothing but money. I'm going to get them to pay. We owe $19 trillion. We're not paying for it. We're not paying. They're going to pay. They are going to pay. We're going to get the Gulf states to pay for it. They're going to pay. Don't forget, without us, the Gulf states won't exist. بعد الفاصل على القليلة محط جبران. الأخبار الفنية في تقرير لعمر خداش. سعيدة، ارتفعت دعوات مؤخراً خصوصاً من قبل حملة مقاطعة إسرائيل في لبنان وبعض الناشطين للضغط لمنع فيلم وندر وومن من العرض بالصلاة اللبنانية. كما وأعلنت وزارة الاقتصاد والتجارة إرسال كتاب إلى المديرية العامة للأمن العام لاتخاذ الإجراءات اللازمة لإيقاف عرض الفيلم. خلال بيان أصدرته الوزارة أكدت فيه أخذ الإجراء الضروري تماماً كما فعلت مع فيلم باتمان vs سوبرمان سابقاً، للسبب نفسه وهو مشاركة المجندة السابقة في جيش الاحتلال الإسرائيلي الممثلة وملكة جمال السابقة أيضا الإسرائيلية غال غادوت دور البطولة فيه، ويلي لطالما عبرت عن دعمها وحبها لجيش العدو وحروبه. نذكر أن الممثلة الإسرائيلية شاركت أيضا بأفلام سوبرمان فيسس باتمان وذا فاست أند فيوريوس ولم يمنع عرضهم حين في الصلاة اللبنانية. وحتى اللحظة هناك جدل عند الناشطين على مواقع التواصل الاجتماعي بين المؤيدين للمنع والداعين للفصل على أن الفن أمر عالمي. هو مجرد الفصل بين الفن والسياسة، هو هذا بحد ذاته هدف التطبيع. يعني هدف التطبيع لك مش مهم هيدي الممثلة شو بتعمل بحياتها الحقيقية وبتحارب وبتقاتل، ما خص مقدمة ممثلة. فنحن نحارب هذا الفصل بين الفن والسياسة. تدخل إسرائيلي بأي شكل من الأشكال يجب أن يمنع طبعا. وهوليوود يعني شو هالشي العظيم، يعني أنه نحن نتمسك بهوليوود على حساب كرامتنا وسيادتنا ومعادتنا لإسرائيل. إذا إسرائيل
يعني خاصة وقت بكون أفلام تروج لصورة إسرائيل. خلصتنا القصة، على لبنان أن يكون الطليعة في مناهضة الوجود والتغلغل الصهيوني. في جمعية مقاطعة إسرائيل بعتوا أنه هاي الممثلة إسرائيلية، فعملنا بحث عنها، تبين أنه هي في مذكرة جامعة الدول العربية طالعة بشهر 4/2016 بتحضر عرض الأفلام هالممثلة بجميع الدول العربية ومنها لبنان. فبعتنا كتاب بهالخصوص للمديرية العام للأمن العام، كونها هي صاحبة الصلاحية عبر اللجنة الموجودة عندها واللي بتتمثل فيها كمان وزارة الاقتصاد. هلأ المبادئ العامة بتقول أنه كل شيء فيه له ممثل أو منتج أو كاتب أو مخرج بالشكل العام لازم أقطعه. بس آخر شيء نحن مثلا هلأ سيارة التويوتا بتنبيع هون وبإسرائيل، بحرم حالي من التويوتا، بس نحن على هيدا الفيلم علقنا لأنه الممثل اللي فيه هي طالع فيها مذكرة باسمها مش أنه بشكل عام. مع هذا التقرير مشاهدينا نكون وصلت نشط فن الخبر لنهايتها، منشوفكم، باي باي. أخبار مواقع التواصل الاجتماعي مع سارات صالحة. مرحبا. مرسوم تعيين كلودين عون روكوز رئيسة الهيئة الوطنية لشؤون المرأة ما قطع سلامة على مواقع التواصل الاجتماعي اللي حملت ردود أفعال غاضبة وساخرة بمجملة، ليتصدر هاشتاغ جمهورية العائلة على تويتر توب تريندينج هاشتاغز على التايم لاين. ومن أبرز التغريدات عن هالموضوع منذكر عبير يلي اعتبرت أنه التيار الوطني الحر تغير اسمه وصار أهلية بمحلية. ديالا منصور شافت أنه أكبر دليل على حب العونية للشيعة أنه كل التعيينات والوظائف للمناصب يلي بيعملها الرئيس هي لأهل البيت. أما التعليق الأهضم فبيرجع للمؤلف الموسيقي زياد سحاب يلي طلب من العالم يشوفوا الكباية المليانة من هالتعيين لأنه على القليلة ما حد جبران. من جهة تانية ظهرت أصوات مدافعة عن هالتعيين بحجة أنه المنصب فخري بتحصل عليه عادة زوجة الرئيس، فما كتير فرق هلأ بين بنته أو مرته. ننتقل لمقطع فيديو انتشر على انستغرام للممثل الأمريكي فان ديزل عم يحكي فيه عن شهر رمضان برفقة صديقه كريم خربوش أو المعروف بلقب فرنش مونتانا. الفيديو بيظهر الممثل الأمريكي هو عم يقول أنه فخور بصديقه يلي رح يصوم هالشهر المليء بمعاني قوية، وأضاف أنه ربما يتأثر منه ويجرب يصومه معه لأنه تجربة مفيدة بالحياة لأي شخص. The concept of it is so powerful and probably be good for anybody in life to be able to experience that kind of. ومن واقع الأزمة اللي عم يعيشها الشباب بسوريا رح أختم مع أغنية مهضومة كتير انتشرت على الفيسبوك، منشوفها سوا. ماني معفى ولا وحيد، آخر دعاها أو شهيد، بكرة بعد عمر المديد، بكرة بعد عمر المديد، ريتك عظامي تقدري لا تعشقيني عسكري. ومع هالفيديو أنا بدي ودعكم، لمزيد من التفاصيل تابعونا عبر صفحة ترينز على فيسبوك وعبر صفحاتي على فيسبوك تويتر إنستغرام وسناب شات، وما تنسوا تتاج عند هاشتاغ ترينز حتى نقدر نتابع أخباركم ونقولها بنشرات لاحقة. باي. وختم نشرة مع ديمقراطية. العوافي. من بعد دعوى الوزير سيزار أبي خليل ضد اللي اتهموه بالفساد، طلب النايب بطرس حرب اليوم رفع الحصانة عن نفسه، فهل رح يتم هالشي؟ مرحبا دولة الرئيس. أهلا شيخ بطرس. دولة الرئيس لو سمحت تفضل، هذا طلب مني لدولتك حتى توافق على رفع الحصانة النيابية عني. معقول يا بطرس طلبك؟ نعم يا أخي، أنا بدي أرفع الحصانة عني، واللي عنده شي ضدي يحاكمني يتفضل. ما بيجوز، ما بقبل يا بطرس. ليش ما بدك تقبل؟ خلي القانون والقضاء ياخدوا مجراهم، ومطرح ما أنا مزني بتحاكم. لا 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 يا بطرس، ولا ممكن. أذا رفعت عنك الحصانة بتكر الصبحة ولحق على دعاوى قضائية ضد النواب. إيوزا أنا مش عطلان هم حالي أبدا. ولا أنا عطلان همك، أنا عطلان هم حالي يا بطرس. أخ. بكرة يوم حاسم بشأن قانون جورج عدوان الانتخابي، فهل رح يطلع الدخان الأبيض من إفطار القصر الجمهوري اللي دعي لإله الرئيس عون؟ هيدا آخر أمل لعدوان، وبكرة بشوفكن.
بونجور فخامة الرئيس. أهلا أستاذ جورج. بليز فخامة الرئيس بليز، بكرة بالإفطار اللي دعيت له هون ببعبدة واللي رح يشارك فيه الرئيس نبيه بري، بليز حافظ على الوصلة بالإفطار وما تحط شحطة على الوصلة. قصدك ضل اتواصل مع الرئيس نبيه بري؟ ما بعرف شو الطريقة، بس المهم تضل الوصلة موجودة بالإفطار وما تحط شحطة. ولك أي وصلة وشحطة وكي جورج؟ فهمني. بكرة فخامة الرئيس الكل ناطر الدخان الأبيض بخصوص قانون الانتخابات تبعولي، قانون عدوان. فبليز بترجيك بتوصل إلك بوس إيديك، خلي الوصلة بكلمة إفطار. هيك من بعد الإفطار بيقولوا الكل إفطار قانون عدوان، مش قانون عدوان، إفطار. بليز خلي الوصلة وما تحط شحطة بليز. تيك تاك. كان في النشرة الحريري في إفطار للبيارتة أنا من المفلسين. وصول للفراء هو فعلا وصول للمجهول. اجتماع في الخارجية بأجواء إيجابية. بتصور انه بكره اللقاء يلي رح يصير ببعبدة عند فخامة الرئيس رح يحمل لكل اللبنانيين اجواء 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 ايجابيه. تعويل انتخابي على افطار بعبدة غدا. بتقديري لابد ما يصير في لقاءات، يعني كمان لقاءات نتيجه اتصالات سياسيه طبيعي. دعوه ابي خليل في بريد وزاره العدل. ليس صندوق بريد، الوزير هو مرجع. لميس ضحية السلاح المتفلت. وفيروز تزين الجديد. نشرتنا انتهت، شكرا جزيلا للمتابعة وتصبحون على خير.